جدا عند ابو علي. على السريع عطونا الكاميرا على ابو علي يا شباب. الاول بعطيكم فوائد وارجو لا تنقدون علي. حطوا في كاميرتين يا عيال. الاول انه لا يلتزم بوقت اني اخذ لي شارع طوله 20 متر كيلو ولا 50 كيلو. ترى بناتنا وامهاتنا في البيت يقدرون يمشون. انا بنفسي امشي في الحر قبل صلاه الفجر في البيت كيلوين قبل اصلي صلاه الفجر. اذا صليت اللي كتب الله. وبعطيكم على السريع اللي اقوم بها انا من تمرين. امشي مثلا هذا يعتبر عندي مساحه مطار هذا. لكن انا ممكن في 6 امتار امشي كيلوين. بمعنى اني اقول بسم الله لا اله الا الله سيروا وسبحوا اقول لا اله الا الله 100 مره وحده ولا شريك له كل حمد لله كل شيء قدير. الاستغفار فوق 500 الحوق على فوق 100 حسبنا الله فوق 200 ومن هالكلام وانا امشي ثم ارجع للاستطاله او تطبيق التمرين علي. وقولوا ما شاء الله اللي بتابعني عشان نعم اذكر الله يا الربع نعم وانا عندي عاده استخدم الاذكار في التدريب في المشي في الاستطاله. طبعا اعطيكم منها مثلا الاول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله 7 مرات لا اله الا الله. اعطونا الكاميرا بين ابو علي وبين ابو سعد وخلوا ابو سعد يعلق. الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر يعني تقريبا كذا برضو 3 مرات 4 مرات 5 مرات. ثم اجي اقول على الجذع لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا بالعكس. ثم علق ابو سعد ترى جميل جدا بدك تمرينك الاول يا ابو اي نعم هذا جميل ونزولك نعم. يعني الى اقصى أيوه. درجه طبقه لو سمحت طبقه عشان يعلق طبقة عليه طبقه لو سمحت الاول التمرين الاول 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 اي اي نعم الركوع إيه؟ الركوع شوف الركوع ابو علي انزل حاول تنزل اي يلمس مشط القدم هذا اللي يلمس مشط القدم هذا خلاص يعني واصل مرحله يعني متقدمه يعني خلاص ما شاء الله يعني برضو كذا في الجذع منه خلف برضو كذا اطول يا ان شاء الله ما وبعدين غير التمرين اللي في الارض وهذا اللي انا استخدمه الان الخصر وبعدين الشد ايه؟ فوق طبعا يعني ممكن ما اخرج المسجد الا انا قلت سويت هذه بعد ما اقوم الضحى قدام القناه مثلا اصلي الضحى وكمان اسوي نفس الدعاء والاذكار وهذه سيروا وسبحوا حتى يكون في اوضح خلف محلك ابو علي توضيح الربع للضيوف وللمشاهدين ترى ابو علي لاعب كره قدم واخر مباراه خاضها قبل 8 شهور اخر مباراه خاضها قبل 8 شهور والدور الان اذكر الله ما شاء الله تبارك الله عليه تكريما لي ولجهودي دوره في ملعب الشيطان هذا الملعب عزكم الله ترابي قديم بين القرى ولا نزال ما حجددناه خلاف ملعب النادي خلينا زي ما هو فيه ضباط فيه الويه فيه دكاتره مستشارين من ابنائي اللي كنت ادربهم في كره القدم تدريب بسيط والآن يقيمون الدورة في هذا الملعب الترابي يحضره المحافظ يحضره رئيس المركز يحضره المشايخ والتكريم والنهاية الدورة يوم الاثنين القادم التكريم الأكبر معروف يا أبو علي هلا حبيبي التكريم الأكبر معروف أجزاء إيه؟ ما يحتاج هذا إيه؟ هذا إذا بغي يكرمونك نعم إذا بغي يكرمونك يتكفلون بكلش انا اعلن براءتي من هذا الكلام انا اعلن براءتي من هذا الكلام ضدها جمله وتفصيلا انا اعلن براءتي ولا لا انتم الربع مثلي ولا تعدلون طبعا في بشم كمان يا ابو يا استاذ رعد يا ابو علي اسمع كلامه ايش قال التكريم اللي اقصد به انا انهم يتكفلون بامور اخرى لك مثل ايش؟ الزواج اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني انسحب بعدين قلت لك في تمرين طيب نختم هذه يا ابو علي نعم كل اقول لك يا ابو سعد خليهم ينتبهون يا حبايبي ترى عندي اعطيكم انا فائد ترى ذحين رباط صليبي من 1406 وحولوني الى ابها اسويه وما سويته كنت اسوي تمارين عاديه والعب على حذر الحين مثلا بالشداد وما سويت الحمد لله وعادت الامور زي ما هي ما شاء الله تبارك الله هذه فائده عشان تقولون يعني كذا ترى ما لك عذر امشي في البيت اذا كان حر قبل الفطور لكن في حاجه اذا قمت اشرب المويه الدافئه صحيح حتى ابرى على الله اشرب المويه الدافئه ولا تاكل الا بعد ساعه بعد المويه اسوي التمارين والصلاه اللي بتصليها ما شاء الله تبارك ثم تاكل بعد ساعه لا تجي هذا الان ابو علي ابو علي مثال يعني حي على رياضة المشي وممارسة رياضة المشي احنا نطالب ابو سعد انكم تفعلون معكم ابو علي يستاهل ابو علي في منطقته اللي هو فيها الحي يستاهل ابو علي يفعل فيه ابو علي لانه نموذج طيب والله نخليه قائد فريق نعم نعم
قائد فريق الحي اللي انت فيه. اذا نعلنها على الهواء، نعلنها عن الهواء. ابو سعد يعلن ان ابو علي باذن الله بيكون احد اعضاء وقاده فرق المشاة في الرياض. طيب اختم اختم. لا اله الا الله محمد رسول الله. ما شاء الله يا عشاء الله. اذكر الله يا ربع محمد، يعني بهالعمر ما شاء الله. ما شاء الله تصير حتى يعطيك. خلنا نسمع تعليق ابو سعد. يعني بهالعمر وهالبياض اللي في الوجه ما شاء الله، وهذه النشاط ما شاء الله. لا اله الا الله، الله لا يضرك ابو علي. فعلا انت يعني مثال حي على مشاهد ممارسه رياضه. ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك في عمرك. صلوا على النبي يا الربع. معنا يا شباب نقول لضيوفنا الكرام قوموا يا الفهود على الماجود.